25 من جويلية 2013، الذكرى 56 لتأسيس الجمهورية، عيد وطني احتفلت به النخب السياسية في رحاب المجلس التأسيسي، فيما احتفل به بعض المواطنين برفع الراية الوطنية في شرفات المنازل. كل الأطياف موجودة، من الرعيل الأول للجمهورية إلى المعارضة الحالية والترويكا الحاكمة، مروراً بالاتحاد العام التونسي للشغل والكلمة للرئاسة الثلاث. إنها مناسبة للترحم على شهداء التحرير وبناة الدولة والرواد في هذه البلاد الذين نجيل اليوم جهودهم ونعترف بفضلهم ونجدد العهد لحفظ الأمانة ومواصلة الرسالة حماية لاستقلال الوطني ونظامه الجمهوري. وقد كانت الشرعية وما زالت وستبقى في كل الأوقات وفي المراحل الصعبة السفينة المنقذة للجميع، فهي التي تحوي الاختلاف وتستوعب الحوار والنقاش بالآليات المؤسساتية والديمقراطية. لا شك لدي أن تونس ستبني مؤسسات صلبة ودائمة، وأنها ستصبح في غضون العشرية المقبلة دولة مستقرة مزدهرة ومسالمة. فإننا نريدها اليوم مناسبة لمغالبة صعوبات الحاضر والتحرر من التجاذبات والإقلاع نحو آفاق أرحب. أمن وأمان ومسار انتقال ديمقراطي يعتبر الأفضل في دول الربيع العربي، تلاه تصفيق حار تحول بعد لحظات إلى لطم ودموع أثار الذهول على سات الكاميرا، ليعلن الخبر استشهاد النائب محمد الإبراهيمي نتيجة اغتيال رصاص الغدر الذي قلب الاحتفال بعيد الجمهورية وأعاد صورته لاغتيال النخب السياسية. محمد الإبراهيمي ابن سيدي بوزيد مهدي الثورة التونسية، وذلك الفتى القومي الناصري الذي جاب أرجاء الوطن وهو يحمل شعلة حب هذا الشعب والغيرة عليه والمشهود له من كل النخب السياسية بدمسة الأخلاق وصلابة الرأي والجرأة، ذلك الأب والأخ والزوج، ذلك الرجل الذي وشحته شمس تونس بسمرة رجالها، اغتيل أمام بيته وبين أبنائه في وضح النهار وبإحدى عشر رصاصة، كل رصاصة منها اغتالت فرحة وأمل مليون تونسي. والله معظم هالتحالفات هي في إطار ثورة وخنق مساراتها والالتفاف عليها، وللأسف الشديد أن الناس اللي كانت ترتجف بمجرد ما تنطق كلمة ثورة اليوم أصبحت كلها تتكلم على ثورة، ما عندناش فارزين منه الثوري منه مش من الثوري، ما عندناش فارزين منهم منتصر للثورة منه مش منتصر للثورة، وهي كلها تدخل في إطار اللخبطة وفي إطار التشويش على الثورة وعلى قوى الثورية الحقيقية. اغتيال فاجأ الجميع وصدمهم وفتح أبواب الاتهام على مصراعيها، لتبدأ أصابع الاتهام بالتوجه في المقام الأول لرئيس كتلة حركة النهضة السيد الصحبي عتيد، بعد أن صرح بأن من يستبيح الشرعية سيستباح في الشوارع، لترد التهمة بأن حركة تمرد لها ضلع هي ومن يساندها في العملية، وفي كل دقيقة تفتح أبواب الاتهام أكثر ويطرح التساؤل عن علاقة الاغتيال في الوقت الراهن بالوضع المصري والجمعة التي دعا لها الفريق الأول السيسي لينفلت العقد
وتظهر صورة المخابرات الأجنبية ودورها في الحراك في دول الربيع العربي، خاصة وأن بعض المواقع ذهبت إلى كون سلاح الاغتيال دخل عن طريق القطر الليبي. كل هذا في ظل صمت وزارة الداخلية وتصريحات الرؤساء الثلاث والبيانات السياسية المحلية والدولية التي جاءت كلها في بوتقة التنديد، والتي فتحت أبواب الشوارع للاحتجاج على مصراعيها. نار الاحتجاج تنطلق في شارع الحبيب بورقيبة في محاولة للاعتصام أمام وزارة الداخلية بحضور عدد من الوجوه المعروفة يفرقها الأمن بالغاز المسيل للدموع، ولينتشر لدى الاحتجاج إلى عديد المدن التونسية. سيدي بوزيد، مسقط رأس الشهيد، مظاهرات وحرق جزء من مقر الولاية وإعلان العصيان المدني. صفاقس، مظاهرات نهارية وليلية، والغاية الاعتصام بمقر الولاية، والأمن يواصل تفريق المحتجين والعديد من المدن الأخرى. ليتصاعد الموقف ويعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الإضراب العام ويزيد في حيرة التونسيين بخصوص الحوار الوطني ومآله. اغتيال وراء اغتيال، ودموع الأرامل والأيتام تبلل أوراق مشروع الدستور. في 25 من جويلية ذلك اليوم الذي اجتمعت فيه النخب السياسية لتحتفل بعيد الجمهورية، الذي أصبح يوم حدادا على استشهاد روح الوحدة الوطنية.